صغيراتنا في الدكتور كيد. دكتور كيد على حياة طفل زهرة من الحياة. صباح الخير. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، الأصدقاء ذوما نشطين محليهم. صايمين كالعادة ولا فاترين؟ فاترين. قالوا لي رانا نحن فاترين، وفما بعض الأصدقاء صايمين أما شربوا قهوة ورجعوا للصيام نتاعهم. عسلامة. عسلامة. شو أحوالك؟ لا بأس. صايمة ولا فاترة؟ صايمة. هي صايمة صحية. تسحرت؟ أي هي تسحرت. قولي شو اسمك ساعة؟ اسمي يقين. اسمها يقين، ما شاء الله. يقين مع الدكتور كيتس. شو نعملوا حصة جميلة. يقين شكون انت؟ يقين النهاري. يقين النهاري. قداش عمرك يقين؟ 6 سنوات. عمرها 6 سنوات، ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها 6 سنوات وهي مزيانه وجميله. هيا قل لي انت توا في رمضان تعاون ماما في الكوجينه؟ اي نعاونها برشا حاجات. هيا مالا اعطينا مالا، شفاش تعاون في ماما؟ قلها ماما تعطيني نعمل لك حاجه هي باهيه. قولها مثلا تعطيني نعملك بريك. تقولي اي نعم اعمل لي عيش بنتي. كيفاش نعملوه نحن البريك؟ اي نحضروا الورقه ونبداو نحضروا هكا نخلطوا في الخليط، بعد كده نصب ونعملوا هكا في القلايه. وانت تعملها في القلايه؟ وانت توصل للغازة وتطلع على الكرسي؟ نطلع على الكرسي. هكا هو صحي. وماما هي اللي تقني، انتي خاتيك ويش؟ اي انا خاتيني صحي. هي تمدلي ونحط فوق الطاولة. صحي. وتعرف تعمل حاجة اخرى بنينة زادة؟ انتي تعرف تعمل بريك، وشنو اخ؟ نعمل الجاتو زادة؟ اي مالا تستدعى الدكتور كيتس على الجاتو نتاعك اللذيذة؟ اي كيفاش الجاتو نتاعك تعمله احكي لي؟ نمشي نمد الوحدة نحط الخليط، نبدأ نخلط الخلط لين نكمل ونصب الواحد. تقولي أختي اعطيني شوي، نعطيها شوي تاكل، وبعدك نخلها طيوج على كرشك، وبعدك نمشي نحط في الفور ونخلي ماما تصيب ونقولك حتى نعطيك. ما شاء الله اعطيه تصفيقة. هي شيفة طلعت باهية ومحلاها وصايمة وتعرف الطيب، تعمل بريك وتعمل الجاتو وتعرف تغني. نعرف نغني. هاي غني. أنا إنسان اللي أحساس، أملك دوما 5 حواس، بالأنفي أشم الوردة، بيدي ألمس وجه الجدة، بالعينين أرى الأعلى، تفق في أبا والسلا، بالأذنين أسمع زقزق العصف وهو يحلق فوق الدور، بلساني أتذوق حلوى ولا يسري يسرا أصبح أقوى. الله الله ما شاء الله عليها. نعطيوها تسويقة كبيرة كبيرة كبيرة. ونقول لكم شاهية طيبة. شاهية طيبة. دكتور كيدز. دكتور كيدز على